سامي 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 مني بدا هذا المشروع وحنا في المشاكل وحنا في الخلعه عايشين فوق اعصاب ديالنا كنفرحوا حتى كيمشيو هما كيسالوا الخدمه ديالهم وكيمشيو لديورهم عاد كنقولوا اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله وملي كنباتوا كنصبحوا كنقولوا الحمد لله حنا صبحنا اليوم على خير وبخير حيت اخويا حياتنا خطر في الدار ملي كتمشي تهضر معاهم ما كيعطوكش راس الخيط ما كيعطوش راس الخيط وكيقول لك اودي ها المسؤوليه تهضري معاه ولا هذه اللي تهضري معاه ولا هذا الشيء كاين اللي كتقول لنا حنا خدامه كما قالوا قال لك اودي حنا خدامه ولكن راك ماشي خدام لا راك مسؤول علينا حنا راك خدام ولكن هضر جاوب علينا حتى حنا قول مد هاد الناس راه كيجيو دابا كتخدم دار كتحضر هذا هو المشكل اللي كاين وهو فاش بدا هاد السيد هاد هذا واحد في الخدامه ولا هو ما عاد شاف ولا شنو كنقول ليه شوف راه خويا شي الدار عندنا حنا راه عندنا فيها مشكله كلها مشقاره كل هذا اش كيقول لي تيقول لي حنا غنديروا لكم داك الحيط غادي يحمي لكم يحميكم نتومايا ولكن راه ما حماناش راه الجهد اللي كديروا نتوما راه كيتشقق لينا حنايا بحال دابا حنا صحه السلام حنا جالسين صافي خلا مولاها تسمعنا الدار مشات وجات انا صحابي الزنزان هربت للزنقه انا وولاد انا وبن ولدي متى بنتي راه ما كايناش كتحفظ هربت للزنقه اشنو كاين مشيت دغيا كنهرع عليهم هما تنقول لهم نجيو نشوف انا بقيت صحابي الجاري طاح عليا الحيط هربت كنقول لهم راه شي الزعزيع حتى ما عرفتش انا فين عاش ملي جيت غادي نرجع وانا نلقى الغبابر في الدروج ولقيت جاري مسكين تيغوت ومرته حامله واحله في روحها تيغوت وبغاو يخرجوا ما لقاوش منين يخرجوا لان الحيط كله هذا كله مثلا طاح عليهم ما كاينش الاصابات ولكن المراه مسكينه الخلعه وعندها وليداتها صغار وحنا حنا تحس منا حتى حنايا لا اله الا الله محمد رسول الله هادشي اللي غنقول السيناريو كنعيشو اللي كنقولو اليوم كنقولو غدا كنقولو بعدو وكنقولو الاولى والثانيه الله يدير لنا تاويل ديال الخير والعين بصيره واليد قصيره هادشي اللي غنقولو لو كان عندنا الجهد ما غنبركوش اخويا انا بعدا شدو لي الشرشم سدو لي عليه وانا ولدي ازماتيك وبنتي ازماتيك وما عنديش خلا مولاي حتى كل عندي فين نخرج غادي نخرج ما غنبركش ما غنبركش كون غتحرم راسها من الشمس انا بغيت انا الشمس بغيت انا ولادي خلا ماني يخلو ويحلو حلو شراجم ويشوفوا الشمس انا ما كنشوفش الشمس انا وليت كنشعل الضوء بالنهار وليت كنخرج ترزق الله وليت كنجي تنقول واش نلقى ولادي ولا ما نلقاهمش بهذا الشيء اللي كاين والله وملي كتهضر معاهم تيقول لك مشروع ملكي وهي راه مشروع ملكي ولكن حاش هو سيدنا غادي يبغي لنا هكا راه حاش هو سيدنا غادي يبغي لنا بالعكس سيدنا كيفرحنا سيدنا كيفرح الكبير والصغير ماشي سيدنا غادي يقارنا بحال كنا نتقارو بحال هكا وما كيرحموكش ملي كتمشي تشكي عليهم هذا ما كيهضروش معاك كيزيدوا مازال كيبقاو يخبطوا وحسبي الله تنطالب اللي دار المخزن البصه انا كنطالب حتى انا تنعيش باغا نعيش مع وليداتي تنكبر وليداتي شي اللي كنطالب يديروا لنا حل باش ما كان يديروا لنا الحل هادشي اللي كنطالب بغيت تدخلوا تشوفوا الدار وتشوفوا الشق وتشوفوا كل مستعد تدخلوا تشوفوا هادشي اللي كنطالب خايفين الحاجه هنا ورحنا خايفين اوليدي راه حنا نموتوا هما حافرين هنا حافرين ليه احنا ميتين رحنا نموتوا بالخلعه واه هيا المراه ما عرفنا كاع اش وقع لها ها هي هيا كاع الناس مخلوعين دابا درك انا غادي في الطريق وطيح عليا الحيط كي نكون ما نعس على راسي يا ولدي وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي